الإخوان الذين نتحدث عنهم قوات قتالية ضخمة نشأت في القرن 18، كانت مكونة بشكل أساسي من البدو. في اللحظة التي كان يعلن فيها الجهاد، كان الآلاف منهم يحتشدون ويتجمعون خلال ساعات في جيش يغير على القوة المعادية. بريطانيا كانت الجهات التي تزودهم بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وتمدهم بالمال حتى ينشروا عقيدتهم. فلولا الدعم البريطاني وأواخر القرن 19 لبقيت الوهابية وآل سعود على هامش التاريخ الإسلامي.